لا زالت عملية التلقيح مستمرة بالمركز الصحي وسط جماعة بالفاع بإقليم شتوكا وسط إجراءات تدبيرية دقيقة. وحسب الممرض الرئيسي الباز إبراهيم، فإن المسار المحدد للملقحين يحرص على ضمان التباعد الاجتماعي وشروط الوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم استقبال الملقحين بداية من باحة الاستقبال بالمركز، حيث يتم مسك المعطيات الخاصة بالأفراد والتأكد من بلوغهم للسن القانونية التي تضمن استفادتهم من المرحلة الأولى من التلقيح، ليتم إحالتهم على غرفة الكشف والاطلاع على ملفاتهم الطبية العلاجية إذا توفرت وقياس ضغطهم الدموي، ثم إحالتهم على غرفة التلقيح الذي يتم في ظروف صحية مثالية، يتم إحالتهم بعد ذلك على غرفة المراقبة والتي يتم من خلالها قياس ضغط الدم والتأكد من عدم إصابتهم من أي مضاعفات محتملة، حيث لم تسجل ولله الحمد أي مضاعفات بعد التلقيح لأي مستفيد من العملية لحد الآن. كنشكروا سيدنا على هذا اللقاح اللي جاب للمواطنين ديالو. احنا فرحانين بزاف، احنا مستعدين، لا طاقم طبي لا طاقم تمريضي، كل شيء مستعد باش ننجحوا هذه العمليه هذه اللي كنتمنوا ان شاء الله باش تكون الحد ديال هذا الوباء. دابا هذا الوباء ديال كورونا كوفيد 19، واللي كنشوفوا دابا راه كاين واحد الاقبال مهم بزاف، الناس فرحانين بهذا اللقاح هذا. في الصباح كيجيو الناس، كيجيو درنا واحد السيركوي خاص ديال فين يدوزو الناس وفين يرجعوا، وملي كيدخلوا الناس كنتاكدوا بانهم لابسين الكمامه ديالهم، كنشوفوا الهويه ديالهم، وكنشوفوا واش داخلين في الشريحه ديال اللي هي اللي خاص يدوزوا في هذا الايام، الشريحه ديال 75 عام الفوق. الناس كيدوزوا بكل سلاسه، الناس ديال الداخليه والسلطه كيقلبوا كيشوفوا الهويه ديالهم وكيتاكدوا في العمر ديالهم، كيدوزوا كيتسجلوا في واحد الخيمه، من بعد كيدخلوا للخيمه كيرتاحوا، حتى كنجمعوا واحد 10 الناس عاد كيدوزوا لجوج نقط، حيت درنا جوج نقط ديال التلقيح، كيدوزوا كيتلقحوا كيعاودوا يرتاحوا، كيجلسوا لواحد الخيمه كيجلسوا فيها واحد 20 دقيقه حتى كنشوفوا ما كاين شي اعراض، ما كاين والو. الحمد لله هاد 6 ايام اللي داز ما كاين لا اعراض جانبيه، ما كاين والو، كلشي في امان الله، كلشي فرحان، كلشي مستعد. حنا جنود مجندون وراء صاحب الجلاله، الله ينصره والله يدوم عليه النصر. الحمد لله نشكر غساد قبل الفاء باش تنقى تسجنيت حتى اللي زوارن. ايوا الحمد لله استقبلنا حوايج مزيان، نشكر ربي، نكشي لقينا حتى السكنيت ونتحسى حتى من جات السكنيت ورتا وكتحسى هنا كيف هذا غير انتظر ابو حميد نكلو ولي دار ولي داش كاين باش تقنتي السكنيت هاتي تفولكيت قاديت كورونا. أتسلم في الملك النح، أتنصر ربي، يخدم النس، يولي سنس، يجدر ميانس، يطبيب النس، أتنسلم ربي، يسلم الملك النح، أتنصر ربي، أتنصر بحربي، أتنصر بحربي الملك النح، أتنصر ربي، تروانس، الفاميلانس، أيوا يطبيب النح، أتنصر ربي، كل شيء، يجدر ميان، يجرى النح، كل شيء. كرا في العيد غير نتي نسرب كي حدا يربى هذيك حتى السكنيت اكليت كله كاع نبدن السكنيت هي ياكل لحم غران ياكل ياكل كسوط ياكل دار ورا. لا 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 سي دور كسوط حبر ربي اللي يحلقن كسوط سنين سنين هذنا كيتي بارك ربي هذا سي الله ربي سلخير اتي نسرب ايوا صافي غير كسوط تينا غير.